يومي النسان، كيفكم؟ ايش اخباركم؟ اتمنى تكونوا بافضل حال وانتم قاعدين تشوفون المقطع حق اليوم. مقطع اليوم بتكلم عن قصة رعب صارت معايا قبل 4 أشهر، وللأمانة هذا الموقف من المواقف اللي مستحيل انساها في حياتي، ومن اكثر المواقف رعبا بالنسبة لي، لانه بوقتها يعني حقيقي حقيقي الاشياء اللي صارت ما كنت متوقعة لها، يعني ما كان متوقعة بأي شكل من الأشكال. فإذا أنتم مهتمين تعرفوا إيش اللي حصل معايا، إيش القصة، تابعوا المقطع لنهايته. والحين يلا نبدأ. القصة صارت في يوم 31 من الشهر السابع. قررنا أنا وبنت خالتي وعائلتها إننا نروح على كافيه في الجبل، وأنا وبنت خالتي كلنا كنا كاشخين والوضع تمام، لأنه قلنا إنه نحن رايحين على كافيه، سولايك عادي حنلبس زي ما نحن نلبس بالعادة. رح أحط لكم أنا إيش كنت لابسة بوقتها. فرحنا وكل شيء تمام، قعدنا وزي كذا، وأنا وبنت خالتي كنا قاعدين نسولف عن قصص رعب صارت بالغابات، وكنا قاعدين نقول إنه هذا الشيء مستحيل يصير معانا أصلاً، لأنه هذا الشيء ممكن يتواجد في الدول الأجنبية أو الأوروبية غالباً، بس مو ممكن يتواجد هنا أو يصير معانا هنا. فالكافيه اللي في الجبل كان لو كده لو تمشون شوية حتلاقوا إنه في غابة. فقلت لها إيش رأيك نقوم نتمشى ونشوف إيش جوات هذه الغابة؟ قالت لي أوكي قدام يلا نروح. بالفعل طلعنا وقعدنا نتمشى. كان وقتها يعني التوقيت كان في المغربيات تقريبا، يعني ما هو صباح، لا كنا تقريبا مغرب زي كذا، ما أفتكر الساعة تحديدا كم، لكن كان في المغرب يعني. فنحن قاعدين نمشي ونطلع، وكانت الغابة على طلعة قاسية للأمانة، ما هي يعني بالها جزم حق الطلوع، فاهمين كيف؟ شوي أكسى. ونحن قاعدين نطلع تعمقنا شوي بالغابة. طبعا قبل ما نتعمق أخذنا صورة وكل شيء تمام. حط لكم أنا هنا صورة، ما حبين من هي بنت خالتي لأنه هي ما تبغى. أوكي فالمهم قعدنا نطلع وكان كل شيء تمام، ولاحظنا ببداية طلوعنا أنه كان في حمام بعيد مهجور، ويوم دخلنا عليه لقينا تقريبا كان في 5 أبواب أو 4 أبواب، 2 منها مفتوحين والباقي مسكرين. وكنا قاعدين نقول إنه يا ترى إيش اللي قاعد يصير بالضبط هناك. تجاهلنا الموضوع وما كان في شيء جدا مقلق حول الغابة هذيك أبدا. بعدها لاحظنا إنه في كان وقتها كان في زي البيت، كان بيت لأشخاص، وكان في جزم وملابس ومن هالقصص. فللأمانة طرى ببالنا شويات إنه نحن نروح نكتشف إيش جوات هذا البيت، بس لوهلة خفنا إنه يكون في ناس فعلا عايشين جوا البيت هذا ويصير شيء مو كويس. فقلت لها خلينا نحن نبعد عن هذا الشيء، ممكن يكونوا في ناس صدق عايشين هناك. بعد ما شفنا البيت وخلصنا وزي كذا، لاحظنا إنه في لافتة تقول إنه هذا المكان خطر، لا تقربوا عليه، لأن في يعني لازم نحن ما نتعدى المكان اللي نحن واقفين عنده، لأن في كلاب مفترسة أو في زي الذئاب المفترسة. مهم إنه حيوانات مفترسة ممكن إنها يعني تنقض على الإنسان. باختصار تجاهلنا اللافتة وكملنا طريقنا. قعدنا نحن نغوص جوا الغابة وما حسينا حتى على أنفسنا ونحن قاعدين يعني ندخل جوا الغابة، لأنه للأمانة يعني ما توقعنا أنه في شيء ممكن يحصل أبدا بلحظتها. وبوقتها حتى يعني أنا كنت قاعدة أصور على الإنستغرام ستوريات وقاعدة أقول إذا فقدت أو إذا مت هذا تنويه ومدري إيش، يعني قاعدة أستهبل بالستوري، ما كان في شيء جدي أبدا، أو ممكن ما توقعت ل1% أنه ممكن شيء يصير. ونحن قاعدين ندخل أعماق الغابة، نحن ما كنا مستوعبين أنه هذه فعليا غابة حقيقية فيها يعني حيوانات خطيرة. ونحن قاعدين ندخل في أعماق الغابة، كان قدامنا شارع، فكنا نلاحظ أنه كل شوي تمر سيارة أو يمر دراجة نارية، كنا نوطي راسنا عشان لا سمح الله لو كان في يعني شخص ما أحد يقرب علينا. نحن أساساً كنا مترتبين، يعني نحن فكرنا إنه نحن مو داخلين ندخل أساساً جوا الغابة، لأن نحن رايحين على كافيه زي ما نحن نروح ونطلع بالعادة، فما خطر على بالنا هذا الشيء.
ونحن قاعدين نمشي كان كذا وصلنا تقريبا لنهايه الغابه، يعني لنهايه الغابه من هنا من هذا الطرف، لكن كان في تكمله على اليسار لقدام. ف وقفنا هنا وكنا كل شوي نماط لانه كان في شارع عام زي ما قلت لكم، وكان في سيارات، وقدامها كان في غابه اطول يعني اكبر من هذه بكثير، يعني اكبر من هذه بكثير، وكذا اشجارها جدا طويله، يعني غابه مرعبه فعليا. فهنا بدت تليل شويه، وانا قلت لها انه خلاص نحن لازم نرجع زي كذا، لكن بوقتها كان عندنا الفضول نشوف الحمام الثاني لانه كان في حمام ثاني جنبنا بالضبط مهجور. فقالت لي انه خلاص خلينا نسيبه ايش نبغى منه. ففجاه ام بنت خالتي تدق علي تقول لي وينكم وزي كذا، نقول لها قاعدين نتمشى ما في شيء. قالت لي اوكي تمام، بس كنت حابه اطمن عليكم. بدت الدنيا تليل، صار يعني صرنا ما نقدر نشوف قدامنا بوضوح، وخصوصا انه حنا بعدنا بشكل كبير للأمانة عن الكافيه اللي نحن قاعدين فيه. والشيء اللي ما تمنيته يحصل حصل. فجأة نسمع أصوات أشخاص جايين لعندنا. بوقتها حرفيا جاتني أم الركب. اللي ما يعرف إيش يعني أم الركب، تعرفون هذه الحالة يوم تحسوا إنه رجولكم ما تشيلكم؟ أنا هذا الشيء اللي صار معايا بالضبط. بوقتها أنا حسيت إنه يعني اصفريت، تعرفون اللي ما عاد صرت أحس بحركة رجولي، صرت أحس إنه أنا كل قاعدة أرجف. قلت الوضع أبدا مو مطمن، يا رب ما يكونوا قاعدين يكلمونا. المهم جو عندنا وكانوا يعني بعمار 17 و18، وأنا هنا قلبي صار ينبض بشكل جدا كبير، وصرت أعرق وصرت أرجف 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 أرجف، لأنه نحن بآخرة الغابة، الدنيا ليلت، وهذول ناس ما نعرفهم، ونحن بعيدين بشكل جدا كبير عن المقهى اللي نحن كنا فيه، ويعني ما أعرف إيش ممكن يصير بلحظتها. للأمانة كل الأشياء السيئة خطرت في بالي في ذيك اللحظة، حرفيا كل الأشياء السيئة، يعني اللي فكرت فيه بلحظتها أنه هم ممكن يخطفونا، هذا الشيء اللي فكرت فيه. فأنا قعدت أقول أني أنا ما أعرف أتكلم تركي ومدري إيش، مع أني أنا فاهمة عليه كويس وأعرف أتكلم شوية، بس أنا من الرعب اللي أنا قاعدة أعيشها، ومن من من بشاعة الموقف اللي أنا ما عرفت إيش بيصير، يعني مين هذول إيش بيسووا فينا. فقعدت أقول لهم إنه أنا ما أعرف أتكلم تركي. صحت بنت خالتي صارت جدا خايفة، صارت ترجف، لكن بنفس الوقت هي من النوع اللي إذا خافت تقعد تضحك. فقعدت تقول لي إنه إيش نحن لازم نسوي، وأنا بخلالها وأنا بالرغم من إني خايفة كنت قاعدة أرسم طريق العودة، مع أنه ما في شيء واضح لأنه أصلاً الدنيا شبه عتمت. فقاعدة أرسم الطريق الحالي في حال أنه هم قاعدين يستدرجونا لمكان ثاني، لأنه هم قالونا أنتوا يعني باين أنكم ضعتوا، تعالوا نوديكم للمقهى اللي أنتوا كنتوا فيه. قبل ما يعرضوا علينا أنهم يودونا للمقهى، قالوا لنا انه انتوا ايش جابكم هنا، ايش قاعدين تسوون هنا، هذا المكان خطير، انتوا المفروض ما تكونوا هنا اصلا. نحن هنا بوقتها حرفيا جايز، يعني ما احكي لكم بشاعة الموقف، يعني جد 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 اتمنى انه ما يعني اسأل ربي انه ما يحب اي واحد فيكم بهذا الموقف. فقالت لي بنت خالتي خلينا نحن نلحقهم وخلاص، يعني هذا الحل الوحيد. وأنا كنت رافضة، أنا كنت جدا رافضة إنه نحنا نتبعهم في يعني ممكن هم عندهم طريقة عشان يستدرجونا فيها ويخطفونا فيها. حرفيا أقول لكم ما كان في راسي أي شيء إيجابي، كل الأشياء السلبية كانت قاعدة تطغى على تفكيري في ذيك اللحظة. قررت إني أنا يعني أتبعهم، أو قررنا إنه نحنا نلحقهم زي ما يقولوا، وكنت ماسكة بيد بنت خالتي في حال انه لا سمح الله يعني حصل شيء نفك ركضة، يلا نركض، اركض اخوي عامر، هذا الوضع. وبالفعل انا من قوة الرعب فجأة جاتني سرعة كذا ما اعرف كيف، صار يعني جزمتي صارت تتحمل النزلات القوية، زي ما قلت لكم انه الغابة على طلوع اول ما
تطلعوا. فالحين نحن راح ننزل، فكانت نزلات جدا قوية ويبالها يعني جزم مخصصة لهذا النوع. أنا كنت ماسكة بنت يد بنت خالتي وقاعدة أركض بسرعة لتحت، وبنت خالتي من قوة ال يعني اللخمة كانت بتطيح، لأنه هي قاعدة تضحك من الخوف وبنفس الوقت خايفة مرة، وبنفس الوقت قاعدة تفكر في أهلها، وبنفس الوقت قاعدة تفكر إذا صار شيء. فكانت فعلا لحظة جدا جدا مرعبة. أنا وأنا ماسكة يد بنت خالتي حاطة يدي على شنطتي بحيث أنه لا سمح الله يمكن واحد فيهم يفتح شنطتي ويأخذ الـ يعني الجوال. بلحظتها أم بنت خالتي تدق علينا تقول لنا وينكم، الدنيا عتمت، إيش صار فيكم؟ قلت لها، حاولت أني أنا أخبي التوتر والخوف اللي بصوتي عشان ما تشك أبدا، لأنه وقتها حرفيا ممكن ينفتح تحقيق وتصير مشكلة أكبر وأعظم. كلمتها وقلت لها انه ما في شيء، نحن الحين راجعين خلاص، نحن اساسا يعني عندكم. انا ماسكه يد بنت خالتي وهم فاكين سوالف معانا وقاعدين يسولفون معانا طبيعي، لانه هم اساسا ما كانوا يعني يبغون اي شيء مننا غير انهم من جد يبغون يرجعونا. فانا ما كنت قاعده اجاوب، وبنت خالتي يعني قاعده تضحك حرفيا، قاعده يسالون عن اسماء انا، وانا قاعده اقولها لا تجاوبي، يعني لا تقولي إيش اسمك أبدا. وقاعدة يعني أركض 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 أركض، لأني أنا قاعدة أمشي ورا المخطط اللي أنا رسمته. بعدها هم وصلونا للمقهى وكانوا فعلا صادقين، يعني ما سووا لنا شيء. بعدين طلبوا إنستغراماتنا، فنحن قلنا لهم إنه نحن ما عندنا إنستغرام ولا شيء. أول ما وصلنا كان في كلب قاعد، بس ما قرب مننا. حرفيا بلحظتها جايز يوم وصلنا كل انش فينا قاعد يرجف من الرعب. كل لحظة عشتها يعني بذاك الموقف ما انساها، لانه حرفيا الشيء اللي طار في بالي بلحظتها انه انا حاتخطف اليوم، انا راح اتخطف مع بنت خالتي. فعشان كذا يعني خلاص حرفيا خلاص. وكيف أقول لكم، خصوصا الناس اللي عايشين بالغابات يعني قدرتهم البدنية أقوى، واللي الشخص يوم يكون أصغر بالعمر وهم خصوصا بهذا العمر يكونوا يعني كيف أقول لكم أقوى حتى من الناس اللي أكبر عمرا. فهذا الشيء كان مخوفني زيادة، يعني كان بابا من زمان يقول لي يعني خافي من الشخص اللي بعمرك أكثر من الشخص اللي أكبر منك، لأنه الشخص اللي بعمرك قوته أقوى من الشخص، يعني في طاقة أكثر يعني لأنه أصغر، فاهمين كيف؟ فأنا حرفيا كل شيء خايس بوقتها طرف بالي. والشيء اللي كان مخوفني زيادة أنه أنا كنت ناشرة ستوريات، فخفت أنه أحد مثلا يعني أختي مثلا تقعد تكلم أهلي نفترض، وأهلي يلعنوا خامسي. فحرفيا كل شيء سيء خطر في بالي. أول ما وصلنا زي ما قلت لكم قعدنا، وفجأة نشوفهم قعدنا نحن على الطاولة خلاص، يعني وأنا قاعدة أكلم بنت خالتي أقول لها لا تجيبي سيرة الموضوع قدام أهلك أبدا. هم قاعدين يلوحون لنا ومدري إيش، ونحن مخروشين عشان حيقولوا أهلها من وين تعرفوهم إيش في. يا الله في وقتها كان أكثر موقف مرعب وفوضى لا من جد. فيعني بعدين رحنا نحن من ال يعني الكافيه ورجعنا البيت وكل شيء كان تمام، ويعني الحمد لله انتهى الموضوع بطريقة جدا جيدة. ونصيحتي لكم بعمركم لا تفكروا ان الاشياء اللي تصير في الدول الاوروبية مو ممكن تصير معاكم. نحن كنا قاعدين نتكلم عن هذه الاشياء وانها مستحيل تصير معانا، لكن ربنا ستر، يعني الحمد والشكر لله انه طلعنا سالمين بالنهاية. ايش لو كانوا في ناس ثانين؟ ايش لو مثلا انقض علينا كلب مثلا؟ ايش حيفكنا من هالحيوانات؟ ولا ايش لو كانوا اساسا هم الناس مو كويسين وما كانت نيتهم من جد طيبة، ان هم شافونا من جد ضايعين يعني. فالحمد والشكر لله هذا كله يعني بصراحة بسبب دعاوي اهلي، يعني لانهم دائما يدعوا لي وزي كذا، واني انا دائما اتحصن. فجد جايز كونوا حذرين، امانة كونوا حريصين اكثر. يعني انا اليوم دائما يوم اكلم بنت خالتي عن هذا الموقف تقول لي حرفيا ولا عاد ممكن اني انا ادعس الغابة لحالنا يعني الا مع اهالينا، لانه مواقف زي كذا جد لا يستهان فيها، وحرفيا كنا حنخسر حياتنا بسبب فضول للامانة.
ف يس هذا كان أكثر موقف مرعب صار معي هذه الفترة. وبس يا رب يكون المقطع عجبكم جايز، لا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب لقناتي إذا أنتم مو مشتركين، وتفعلوا جرس التنبيهات عشان يوصلكم جديدي أول بأول، وبرضو لا تنسوا فولو لحساباتي على السوشيال ميديا. وبس استودعتكم الله، وI purple you. Bye.